تخيلي تالي، تفتحين عينيك وتجدين نفسك مكبلة اليدين في غرفة صغيرة مظلمة. أختك ليست معك، رغم أنك تتذكرين بوضوح سيركما معاً في الشارع أثناء هطول المطر. يا للهول، يبدو أنك تعرضت للخطف وهذه فرصتك للهرب، لكن يجب عليك حل بضعة ألغاز لتغادري المكان، وفي كل مرة ستمنحين 10 ثواني للتفكير في الإجابة. هل أنت جاهزة؟ بداية، ألا تريدين التخلص من الأصفاد؟ تستديرين وترين 3 أزرار على الحائط، زر أحمر وزر أصفر وزر أخضر. أحد هذه الأزرار سيحرر يديك من الأصفاد، لكن إن اخترت الزر الخطأ ستنطلق صافرة الإنذار. لكن من حسن حظك هناك ملاحظة على الحائط تقول أم حر رز. ما الزر الذي يجب الضغط عليه؟ إن وضعت الحروف بالترتيب الصحيح فستحصلين على زر أحمر، ولأن زراً واحداً فقط سيحرر يديك والآخران عبارة عن فخين، فإن الملاحظة تشير إلى الزر الذي سيحررك. تضغطين الزر الأحمر وتسقط الأصفاد من يديك. أوه، انتهيت من الخطوة الأولى، لكن ينتظرك المزيد. عليك الآن العثور على أختك وتحريرها، ومن ثم العثور على مخرج. تبحثين عن المخرج لكنك تجدين 3 أبواب. تنظرين عبر ثقب كل باب لتقرري المسار الذي ستسلكينه. خلف الباب الأول توجد عدة روبوتات صغيرة مستعدة للهجوم، وخلف الباب الثاني توجد غرفة مشتعلة، والغرفة خلف الباب الأخير مغمورة بالمياه بالكامل. أي باب يجب أن تختاري للخروج؟ الباب الأول، فرغم وجود الروبوتات إلا أنها صغيرة جداً ولن تلحق أي أذى بك. حتى لو سببت أي أذى فسوف يكون أخف بكثير من أذى النار أو الماء. لذا تأخذين نفساً عميقاً ويدق قلبك بسرعة، ثم تدخلين الغرفة الأولى وتهاجمك الروبوتات. يوجد زر أحمر كبير على الروبوت الأول، تدوسين عليه فيتوقف عن الحركة، وتركلين الروبوت الثاني بقوة فيصطدم بالجدار ويتهشم. بعد نصف دقيقة تخرجين من الغرفة سالمة آمنة وجميع أجزاء جسمك سليمة. لقد نجحت، لكن ماذا لو أن الروبوتات أرسلت إشارة إلى مختطفيك؟ عليك الإسراع، تسيرين للأمام وتعبرين الممر، ومرة أخرى تصادفك 3 أبواب، وعليك أن تختاري واحدا منها. فكري مليًا ل10 ثوان، فقد توفرين الكثير من الوقت باختيار الطريق الصحيح من البداية. إذن أي طريق هو الأفضل؟ الباب الثالث، توجد بقع أصابع حمراء على المدخل، لابد أن أختك كانت تحاول جاهدة الهروب. تدخلين عبر ذلك الباب وتجدين نفسك في ممر ضيق، ترين بقعاً هنا وتتأكدين من أنك تسيرين في الاتجاه الصحيح. ترقدين لحوالي 20 دقيقة وتأخذين منعطفات كثيرة، ثم تبدأين بالشعور بدوار خفيف لكنك لم تصلي بعد لنهاية الممر. بعد 5 دقائق تأخذين منعطفاً آخر وتصطدمين فجأة بباب معدني. تحاولين فتحه لكنه مقفل. تظهر علامة حمراء على شاشة صغيرة وتطلب إدخال رمز مرور، وهناك تلميح لرمز المرور: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. هل يمكنك فك الشفرة؟ هناك 17 خانة. بعد قراءة الرقم بصوت عال وببطء تتوصلين للإجابة. تكتبين رقم 2 ثم رقم 4 3 مرات، ثم 5 6، تتبعها 7 8. يتغير الضوء الأحمر إلى اللون الأخضر ويفتح الباب.
تجدين نفسك في ممر معدني طويل ومظلم، تريدين الركض لكنك تجبرين نفسك على البقاء هادئة. مضى الكثير تحاولين الحفاظ على حرصك وهدوئك قدر الإمكان، لكنك تقابلين فجأة رجلا ضخما وكئيبا يقف أمام الباب التالي ويقع قلبك. تشعرين برغبة في الهرب لكنك تتجمدين في مكانك. لقد رأك بالتأكيد تقفين عاجزة عن الكلام وتتوقعين منه أن يمسكك ويقيد يديك أو يضربك ويفقدك الوعي، لكن بدلا من ذلك يسألك: إلى أين أنت ذاهبة؟ لا تعرفين لماذا لكنك تقولين الحقيقة: أريد أن أعثر على أختي، إنها في 17 من عمرها وشعرها أشقر. يرد الرجل: آه لقد رأيتها، إنها في هذه الغرفة. إنهم يتجاهلونني دائماً ولا يريدون حل الألغاز أبداً. أتعلمين؟ إن تمكنت من حل أحد ألغازي فسأدعك تمرين. تشعرين بارتياح كبير وتومئين برأسك موافقة. ما الذي يوجد في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين ولا يوجد في 1000 سنة؟ يبدو اللغز معقداً لكنه بسيط جداً. الجواب هو الحرف قاف. يبتسم الرجل ويفسح الطريق لك للمرور، ثم ترقدين إلى الغرفة. وأخيراً تعثرين على أختك. يداها وقدماها مقيدة وفمها مغطى بشريط لاصق، لكنك تنظرين حولك وترين نسختين مطابقتين لأختك. إنه فخ آخر. يجب عليك أن تختاري أختك الحقيقية، وإن لمست الشخص الخطأ ستنطلق صافرة الإنذار. هل يمكنك اختيار الأخت الصحيحة؟ قبل أن يتم اختطاف أختك كنتما تسيران معا تحت المطر. أختك هي تلك التي أثر المطر على مسكرة عيونها. تقتربين من الفتاة أمامك وتثبت تعابير الراحة على وجهها أنك قمت بالاختيار الصحيح. تفكين يديها وقدميها وتنزعين الشريط عن فمها وتعانقك. تمسكين بيدها وتغادران الغرفة معا. لكنك تصادفين رجل الألغاز مجددا، ويجب عليك حل لغز آخر من ألغازه. حسناً، لديك الآن عقلان بدل عقل واحد. هل أنت جاهزة؟ كلما أخذت مني كبرت، وكلما وضعت في صغرت. من أنا؟ تجيبين أنت وأختك الحفرة. يبتسم الرجل مرة أخرى ويدعكما تذهبان. الآن يجب عليك العثور على المخرج، لكنك لا تعرفين أي الطرق يجب بأن تسلكي. تأخذين منعطفات عشوائية وفي النهاية تضيعين في متاهة المبنى. بعد نصف ساعة من التجول تدركين أنك تدورين في حلقة مفرغة. تعترفين بأنك ضائعة ولا يمكنك إيجاد المخرج، وفجأة يظهر رجل من كل اتجاه من الاتجاهات الثلاثة أمامك. يقول كل واحد أنه تم اختطافه أيضاً، لكنه هرب وسيريك المخرج. الرجلان الآخران حارسان وسيعيدانك إلى خاطفيك. بمن تثقين؟ تلاحظين وجود كدمات من الأصفاد على رسغي الرجل الثاني، لذا تقررين أن تصدقي. تنظرين إلى أختك وتدركين أنها لاحظت ذلك أيضاً. تومئين برأسك وتسيرين وأختك باتجاه الرجلين الآخرين وتفقدانهما الوعي على حين غرة منهما. يحييكما الرجل ويطلب منكما اللحاق به. لقد عدت إلى المتاهة مرة أخرى وتأخذين منعطفات متتالية. هل يعرف الرجل الطريق حقاً؟ ما الوقت الذي قضاه هنا؟ يراودك القلق من اختيار اللحاق به، لكنك تصطدمين بباب معدني كبير. لفتحه يجب عليك إدخال رمز المرور، لكنك محظوظة، فهناك تلميح للإجابة. تقول الملاحظة: الأول من أكتوبر، الرابع من سبتمبر، الثاني من مايو، الثالث من يونيو. لهذا السبب كان الرجل يتجول باحثاً عن شخص آخر، لأنه لم يستطع فك الشفرة. هل يمكنك فكها؟
الأول من أكتوبر يعني الحرف الأول من كلمة أكتوبر وهو حرف الألف، وعلى غرار ذلك الحرف الرابع من سبتمبر هو ميم، الحرف الثاني من مايو هو الألف المدودة، والحرف الثالث من يونيو هو نون. رمز المرور هو كلمة أمان، تدخلين الرمز؟ ونعم إنه الرمز الصحيح، أحسنتي. يفتح القفل وتدفع الباب ثقيل، لقد نجحتي وخرجت من المبنى، إنه الصباح الباكر، مما يعني أنك قضيت الليلة كاملة داخل المبنى. لكن مهلا، هل تسمعين ذلك الصوت؟ إنه صوت خطوات أقدام، إنهم يلاحقونك وعليك الهرب فورا إلى مكان آمن. هناك ثلاثة طرق، على اليسار توجد غابة مظلمة، وهناك مدينة أمامك، وعلى اليمين توجد بحيرة. أي طريق ستختارين؟ بالطبع يجب عليك الركض إلى المدينة، حيث يوجد أناس في كل مكان حولك. ماذا تنتظرين إذن؟ ارقدي